لو شايفه كنت قتلته. ما حفظت شي منه؟ إذا شفته رح أعرفه، بس ما بقدر أوصفه. حتى لو جبنا لك رسام؟ ما في داعي، بس شوفه مرة تانية أنا برسمه. في أي أسئلة تانية حضرة الشرطي؟ الأستاذ هون ما ساعدنا أبدا، ولا حتى ساعد حاله. المرة الجاية إن شاء الله بتكون ما تأخذوني، عندي حساسية من المعدن، الرصاصات اللي جواتي ما عم تخليني ركز. مثل ما بدك. مين عنده داود بيك؟ انت لا تشغل بالك، الامور كلها تمام. ايه هذا اللي بدي اعرفه، كيف ضبطتوا الامور؟ شو قصدك يا بولوت؟ اسمع يا الدز، اذا صار شي لداود بيك وانا هون بالمستشفى، حط ببالك انه يقتلوني باسرع وقت، لأنه إذا بطلع من هون ما رح خلي حدا اسمه يلدز عايش. حبيبي احمي حالك بالأول، بعدين فكر بغيرك. شلون يعني ما عاد بحق لي وقع على شيء؟ ما منعرف مدام، هيك التعليمات اجتنا من داود بيك. هون فؤاد؟ ايه هون. نادي لو سمحتي. تكرمي. كيفك؟ من الصبح لهلا وأنا متردد إني روح على المشفى ولا لا، ما فيني شوفه لبولوت بهاي الحالة أبدا، بتكون إيديه كلها سيرومات. منيح ما مات. صحيح ما بدك تروحي تزوري فؤاد؟ أنت حكي مع بابا شي؟ مثل الشغلة اللي حكيت لك ياها. لك معقول قل له بوشه إنه بنتك بدها تقتلك؟ شو مجنونة انت؟ لكن ليش مانعني وقع على اي شيء؟ منيح، شو بدك بوجع حراس؟ ما قلتي لي بدك تروحي على المشفى ولا لا؟ روح لحالك، باي. ما عاد بقدر احكي شيء لابي، وما بقى امنه عسر. العمى شو هالدنيا هي؟ ما عاد الواحد يوثق بأبوه؟ صار كل شي جاهز معلم. وين رح نلتقي فيه؟ الحقيقة دلني على مكان بياكل فيه دائما، هنيك. انت رح تكون معي؟ مثل ما بتحبوا انتو معلم. بلاها، خليك مع بولوت. امرك معلم. وهلا اذا بتسمح لي رح امشي. خليك يلدز، جاي احكي مشان الشغل. شوفي انجي، انت بتعرف ليش انا جاي يا بابا؟ ليش مانعني وقع عشي؟ بدي ريحك بهالفتره، هذا منيح اليك وللشغل كمان. بابا هذا القرار ما له غير معنى واحد، انك عم تقلعني من الشركه. ما عم بفهم شي ابدا. لو كنت بدي قلعك عن جد بقلك ياها بوشك، انتي مانك مؤهلة لتصيري صاحبة قرار. وقت بقلك ارتاحي يعني ارتاحي. لو كنت محلك كنت بسمع كلام ابي. ما
تفضل معلم. يسلموا. تحياتي معلم. سمعت انه بدك تشوفني ضروري، شو هي القصة؟ معلم انا عرفت المشفى اللي عم يتعالج فيه بولوط، اذا بتسمح لي خليني خلص على هذا الكلب. بلاها مورو بلاها، بما انه بالمشفى ومماتي باش غايب عن الساحة، بدي اياك تستغل المينا منيح. شو يعني مماتي غايب؟ هذا من حصتي وما لازم حدا يقتله غيري. خليك بشغلك مورو، سمعان؟ نحن مو شغلنا مماتي باش، في بضاعة جاي من أوروبا بدي اياكم تستلموها، وما بدي أي مشكلة ولا مشكلة، فهمان؟ ما بعمل غير اللي بدك يا معلم. عن إذنك. بدنا صورة ظريفة لمورو وهو واقف مع العميلين مشان تكون سبب موته. يلي بتمروا معلم. بدي اياك تعطيهم العنوان بالتفصيل للشباب وتخليهم يروحوا على الموعد يا ناظم. صار معلم. منيح. بدي اسمع اخبار حلوة يا ناظم. معلم إذا بتسمح لي بدي أسألك سؤال. طبعا بسمح لك يا ناظم، بهمني بالك يكون مرتاح. معلم ليش بدكم تشوفوا الصحفي إذا بدنا نقتله؟ ليش إذا بدي أقتل حدا ما بحكي معه يا ناظم؟ بحكي معه لحتى أعرف شو عنده معلومات عنا. إذا كان بيعرف كتير معلومات حيكون موته سريع وما حيكون عنده وقت يعمل أي شيء، بس رح نوصي التاريخ يحكي عنه. هذا تسجيل صوتي، أنا عم سجل صوتي. هذا تسجيل صوتي، أنا عم جرب صوتي. ناظم بيك؟ خلي موبايلك وكل شيء له علاقة بالمواد المعدنية لا تجيبه معك. والمسجلة هاي؟ ما لها داعي، تكتب بإيدك ونحن منعطيك ورق. Thank you.
في بنايتين وهون في مكتب. وهون في مكتب تاني. اسمعوني، قبل يوم واحد من اللقاء رح تقوم مجموعة من عناصر السي اي اي بمسحة كاملة للمكان. رح ياخذوا احتياطات لمنع اي هجوم، وخاصة اذا كان بالقذائف. نحن باول فرصة رح نفوت لجوات المطعم، في احتمال يسكروا علينا كل الطرقات. ساعتها وقت بيصير هيك شيء مالنا غير اسطح البنايات. طيب معلم، ليش ما عم تحكي مع داود أغلو وتقول له شو بده يصير؟ عبد الحي، إذا قلت له مماتي رح يموت، وبعدين ما ضل معي وقت لوقف لهم خططهم. عم تحكي مزبوط. في شي؟ احكي عبد الحي. معلم، شو بدنا نعمل بحقان؟ ما فهمت شو قصدك؟ انقذنا حياته لهالزلمة، شو بدنا نتركه يعيش؟ هالموضوع ما بيهمني هلا يا عبد الحي. يلي بيهمني مماتي وموضوع حقان من اجله شوي. أوسو خانم، ليش عم تهتمي فيه كتير؟ هذا ما لازم يعيش ولا لحظة. وشو بتحب ساوي حسني؟ اعتبريه ورم خبيث يا دكتورة، وقتها فيك تستأصليه. وبلكي طلع ورم سليم، شو بعمل؟ ما بظن أبدا إنه شكله هالشكل. قصدي لازم تشتغلي من قفا إيدك، يعني هيك مثل دكاترة أيام زمان المعتين، شوية إهمال بيكفي ليموت. اسمع لكان، يا انقلع لبرا يا أما قتلني أو ست حلقك. سيد حسني، فيك تروح وأنا بلحقك. بس ما فيني أتركك مع هيك جرثومة أبدا، بعدين بيتضايق وبيزعل مني تركيبك. دكتورة، ممكن تفحصي لي عيني؟ عنك دكتورة، أنا بفحصه. عمران، شو عم يصير جوا؟ شو يعني عم بيصير؟ هاي جازات اللي بلدين، وإيده لعمك حسني هي الدواء. عمران، لا يموتوا للزلمة. والله ما بنخلص من لسان عبد الحي. سيد حسني اسمعني منيح، هذا مو تصرف لائق بالمشفى أبدا. حاضر أسو خانو، والله ما بقى عيدة بنوب، بس ما حتقولي له لتركي بيك مو هيك؟ طبعا يا حسني، بدي قل له. لكان بدك تعذريني بهي الحالة، أنا مضطر قل له لتركي بيك عن مشاعرك. أي مشاعر؟ غيرتك من مدام جودي يا دكتورة. عمران، عم تفهم شي؟ صرت عزت رقم 2 أول مرة بحياتي،
ما بفهم شيء. مروق على الأخير، ممرضة مثل القمر. شو مبسوط؟ شلون صرت هلأ؟ منيح؟ ماشي الحال. معناتها الوجع بيكون حسب الشخص. وقت قوصني مراد توجعت كتير. اللي شو أخبارك؟ ماشي الحال، لساتني عايش، وانت الوحيد يلي كان عم يسمعني. ولهلا؟ بولوت، انجي كتير عم تزعجني. بعرف وتضايقت كتير. ومين قالك؟ أبوك اللي قال لي. جاي عبالي اخنقه لأبي، حكيت له عن شغلة فضح فيها الدنيا كلها، منع انجي توقع اي شيء. قامت اجت لعندي وسألتني اذا حكيت له شيء. طبعا نكرت بس ما اقتنعت. يا ريتك حاكي لي قبل ما تحكي لأبوك. اكيد كنت رح اجي لعندك، بس انت كنت مختفي، وبعدين اجا خبر تقويصك. شو في بقلب هالسيروم؟ عم بيعبي لك راسك؟ ولا حط لك في شيء؟ لا فؤاد بيك، هيك أحسن. ماشي ماشي. أبوك بخطر يا فؤاد. أنت أقرب حدا لأنجي، افتح مع حديث، حاول تاخذ منها اي شيء، واذا بتحطني بالصوره بكون ممنونك. يا غالي، البنت ناويه تقتل ابوها، وصرت متاكد من هالشي، وانا ما بدي اتدخل بهيك مصيبه. فؤاد بيك، اذا مات ابوك حياتي انا وياك حق الالغام. هاي مو خبرية. شو الأخبار؟ خلصت كتابك ولا لسه؟ لسه شوي، لأنه في بعض المواضيع لسه ما كملتها. أنت باحث مميز ومجتهد، بتمنى لك التوفيق. شكرا. عم تعجبني مواضيع المقالات اللي عم تنزلوها كل يوم بالصحافة، اقتراحاتكم لحل كل المشاكل بالبلد بتستحق كل تقدير واحترام. بشكل خاص موقفكم باتجاه العلمانية. شكرا لك، بس سيد اسكندر الكبير، كل ما بدي اتعمق باعداء هالبلد هي بلاقيك قدامي. شلون يعني؟ انت ساعدت عبد الله اوجلان انه يدرس علوم السياسيه، مو هيك؟ لا ما صار هيك شيء. تحريضك او تحريض الناس القريبه منه انه اوجلان يختار الخط الاشتراكي. عم اقول لك ما صار هيك شيء. اوجلان عرف منك أو من الناس القريبة منك بالانقلاب اللي صار ب 12 إيلول، وأمنتوا له هربوا لسوريا. إذا بهداك الوقت أعلى الرتب وأزكى العقول بالأوساط السياسية ما كانت بتعرف إمتى رح يصير الانقلاب. نحن بدنا نعرف.
تحضيرا لنجاح الانقلاب حضرتك دبرت احداث تشورم، ملاطيا، مرعش ومناطق تانية، ما هيك؟ كمان نسيت تقول قونيا. نحن ما كنا هنيك. كنت هنيك؟ انا ما كنت بقونيا لانه ما كان في حاجة لوجودي هنيك، لانه الجماهير كانت كلها جاهزة. ايه ما فهمت عليك، انت عم تعمل تحقيق بهي المناطق، فيك تقلي باي وحدة اجرمت؟ غلاديو شو بتعرف عنها؟ كانت إلها ضرورتها بوقتها. أول رسالة بانقلاب الستين كان إلها علاقة بالمنظمة وبالناتو وبمجلس الشيوخ، يعني المهم كان في إلها علاقة، بس إنه ما يكون إلها فاعلية فهذا الشيء ما بيصير. أنت كنت منتسب لغلاديو مو هيك؟ ممكن تقلي المعلومات اللي جبتها عني بخصوص هذا الموضوع لو سمحت؟ ساعدت بالمرحلة التأسيسية لتشكيل منظمة إرهابية، مقابلها كنت حضرتك عنصر فعال ومؤسس لمنظمة دينية مناقضة تماما. بس ما نكون نحن اللي أسسنا جماعة الميزان كمان؟ إيه؟ نحن ما أسسناها، يا ريت كنا نحن. إنجاز مهم، ولو كنت محلن بعمل نفس الشيء. البلد صاير مستنقع، وبتجي حضرتك بتسأل عن سبب وجود البرغش. ايه برغش، بس في حل، جيبوا دواء وبخوا. اذا في مستنقع وبرغش منقوم بنعمل مستنقع تاني وتالت بهالبلد هاي؟ انا بآمن بشغلة واحدة، إذا كان في دولة فلازم يكون في مساحات مخصصة للمستنقعات، مشان إذا اضطريت وضايقك عدوك تدفنوا فيها. والشعب شو له ذنب؟ لتبني بلدك لازم تدفع ضريبة كبيرة، كل شخص لازم يدفع ثمن معين. أنت لما بتسمع هيك حكي فيك تنام مرتاح ببيتك؟ لا طبعا، رح تنباع نسخ كتير من كتابك، بس برأيي لو انك عرفان تعيش حياتك على قدك كان احسن لك. وبكير على اللي مثلك انه يتهم اللي مثلي انه عم يساهم بخلق مستنقعات بهاي البلد، بكير كتير. طيب برأيك انتهت الجلاديو؟ ما ضل الناتو اعداء، هذا يعني انه انتهى. انت بتوقف بصف الناتو؟ انا لهلا يا حبيبي واقف ضد الاسطول السادس. يا حبيبي الدول غيروا كل شيء، الدول غيرت كل استراتيجياتها. بهالبلد في اخطار اكبر من منظمة الجلاديو، واللي عم تساويه حضرتك عبارة عن صف حكي ومانك منتبه للخطر الحقيقي. شو هو الخطر الحقيقي؟ الخطر الأمة نفسها. إذا الخطر هو الأمة فأنت شو؟ لما بيصير الواحد راعي وعنده قطيع كبير، وقتها إذا شاف خروف رايح لحاله فما رح يسأل لوين. بيجوز هذا الخروف رايح على الحفرة، لهيك ما لازم حدا يروح، حرصاً على سلامة القطيع من الضياع والتشتت. شيلنا من الحكي السياسي والدولة. مرتك كيفة؟ وولادك كيفون؟ تتوقع انه رح يزعلوا منك لما يعرفوا انه كتاباتك رح تعرض حياتهم للخطر؟ عم تسأل؟ طبعاً بدي إزعل، صايرة أسئلتك بلا طعمة. ما رح أعمل شي، بدي أطفي موبايلي وروح أرتاح بالبيت، هذا كل شي بدي ساوي. أنت إمتى راجع؟ ماشي،
لكن منحكي بكرة. معلم اجا البير معه عنوان جماعة الميزان. هذا العنوان اللي وصلنا له، وكمان ما لازم حدا يعرف ابدا، احتمال يكونوا هلا بالبيت. شو بدك دعم؟ نحن جاهزين. كل شي بدي اياه انه ما حدا يعرف شي ابدا. كم واحد هن؟ شفنا تقريبا 5، بس كم واحد في جوا ما بنعرف. كيف عرفت العنوان؟ واحد من جماعتهم اتصل بالتنظيم ونحن عم نراقبه، سجلنا المكالمة، راقبناه ووصلنا لهم. منيح. يلا عبد الحي. شكرا البير. العفو. يلا يلا شي مرة اشتغلوا بضمير، لازم بح صوتي ولا بتحبوا دايما تتبهدلوا. لك يا ابني، ما هديك المرة هجموا عليكم وقوصوا عرجالك هون؟ كله واسخة طيور. والله لو مقربين على حدا من رجالي مبعود بقرب بعمري. العمج وانك وقح، صار لكم فوق 100 سنة عم تاكلوا جهد الناس وتعبهم وعرقهم، بقى فيك تقلي مين فينا الوقح، انا ولا انتو؟ ولا الوقح هو اللي بدافع عن حرية الشعب وحقه؟ ما عم بفهم عليك شي مورو. اوعى تكون عم تسبني. ولك اكيد ما رح تفهم بعد هالعمر، ولا الاخلاق الثورية رح تنفعك. يلا بلا ما اوصك بنص راسك، لسه امبارح تقوص شريكك. اصبح انت اللي عوصته مو هيك؟ انت شو لك علاقة؟ شو بدك تحاسبني؟ شقفت برجوازي. لك انا بعوصك ولك انت بدك تقوصني؟ ها؟ بدك تقوصني؟ معلم شو في هون؟ شو بدي يكون؟ ما بعرف معلم. مو خطير؟ في شي تقيل جوات برميل النايلون. برميل النايلون؟ لا بقى تحكي بهيك لغة سوقية، خليك ثوري. لك حمار افتح لشوف. معلم كتابة عربية. لا يا رفيق راد، فارسي. يعني أي أمي؟ الفرس معلم. يعني إيران يا حمار. هدول عاداتهم ضد مبادئنا. لا وكمان ضد الهيروين، تقريبا ضدنا بكل شيء. هذا الديناميت شو جابوا لهون ولا معلم؟ لنا. قصدك على هاد؟
العبود شو تركيبتهم هدول؟ بدي افهم شلون بيتعاطوا. عمران خرس. ايه شو حكينا؟ كنت تترك اثر يا مماتي، شو صاير لك؟ يمكن دهست على لغم. لك لغم شو يا عمران؟ يلا يلا غصن شجرة هاد.
إذا جاي على بالك مبيت يا سيد، عندي وجبة كتير طيبة، بتحب تجربه؟ أوكي منجرب. اسكندر الكبير، أنتوا اللي عم تسندوه. صار هيك شي من زمان، بس هلأ ما بظن في أي تعامل. لكان منين عم تجي القوة لحتى يهاجمني؟ لكان ما في غيرهم هن. شو ناويين تعملوا انتو؟ شو بتحبوا تتعشوا؟ أول شيء بدي سلطة القيصر، بعد إذنك بلا بصل، وبعدها بدي لحمة مشوية على الفحم. طيب داود بيك نفس الوجبة لو سمحت. انتو شو عم تساووا؟ روحوا من هون. عم يحكي مع حاله. شبك؟ عفوا معلم، بعتذر كتير، آسف. خلينا نمشي.